Le mois béni du Ramadan touchant bientôt à sa fin, la compétition annuelle de récitation du Saint-Coran organisée par la Direction générale des relations internationales de l'armée djiboutienne est elle aussi arrivée au terme de son organisation dans la journée d'hier. À cette occasion, une cérémonie co-présidée par le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, et le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a été organisée en l'honneur des différents vainqueurs de ce concours. Cet événement qui a vu la participation de personnalités très importantes du milieu, notamment le chargé d'affaires et l'attaché militaire de l'ambassade saoudienne à Djibouti, le représentant du ministère des affaires musulmanes et des biens Warf, des illustres chefs du pays, le chef d'état-major de la défense, le directeur, le chef d'état-major de la défense, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale ainsi que le haut cadre de l'état-major des forces armées djiboutiennes. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالقرآن، نحمده تعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم صلاة وسلاما يليقان بمقام سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وأتم التسليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة وخليفة الله في الأرض. أما بعد، نقول لكم أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في رحاب مقر نادي ضباط حسن بسومة، مقر الإدارة العامة للعلاقات الدولية للقوات المسلحة، وذلك بحضور حفل تكريم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم للعسكريين لدورتها الخامسة الذي أقيمت في مقر العلاقات الدولية والتي تنظمها الإدارة العامة للقوات المسلحة وخاصة إدارة العالم العربي والشؤون الدينية بقيادة المقدم الركن إبراهيم زكريا شيخ إبراهيم، وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، وبمساهمة ودعم فسفارة المملكة العربية السعودية والملحقية العسكرية بجيبوتي، وذلك بحضور الأخ العزيز عبد العزيز الحربي القائم بالأعمال. هذه النتائج لمسابقة القرآن لدورها الخامس،
وحويان ولا ليال نتائجتي وحن إعلامينينا مسابقة القرآن كأي وحويان هل كان أكوقب أني حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن دارتاً أكوقب أني أي كقيب قلين قوات مسلحة بأكملهم دمان تودب وحويان قوات المسلحة البلاد هديان كود دجيون بالأبو فايز ككوباد صدن كجيسي القرآن كأهلي وحويان فايز ويان آدن أحمد علمي نور الشمس لنا سفر ويجدي مسلم هذا صوبان هو سجن ساتيرو وين غايه سكرات الموت كاب هو لو سهلا النبي صلى الله عليه وسلم عليه عائشة ويديسي همدان ليلة القدر قال لكم الممحان إلها قولي وحكولي وحاتي لهذا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني لي سيدا كدو عيسى قولي مركا إلهي وحان ويديسنين هبينك ليلة القدر إنو إلهينا وفجيو كو إلهي وفجي يصدح يسديتا سنو يأفر بلوت إلهي أجر كيغي يسواب كيغي وصي الله نغيره بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم تقبل منا القليل واعف عنا الكثير ولا تؤاخذنا بالتقصير. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم وفقنا ليلة القدر خير من ألف شهر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المردودين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب.